بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. أخوان النصرويين، إحنا معانا اللاعب عبد الله العنزي، لاعب وحارس نادي النصر القادم إن شاء الله. نحب نسأله عن استعداداته لمباراة غد مع فريق باري الإيطالي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور عبد الله. عطنا وش استعداداتكم بكرة إن شاء الله، الأمور طيبة، كيف التمارين، زملائك اللاعبين، المايك لك ولك الحرية في التحدث. الحمد لله، طبعا جالسين نقدم تمرين ومعسكر صراحة ناجح، من أفضل ما يكون، من أنجح المعسكرات. بالنسبة لمباراة بكرة، طبعا هي ما مو مهم النتيجة بالنسبة لنا، بالنسبة أهم شيء الأداء ونوصل للمستوى اللي احنا نبغاه، والاستفادة برضو من الأخطاء اللي حتحصل من تكتيك وغيره. عبد الله، أنا ما عندي كلام كثير، يعني أنا معك في المعسكر، لكني أجبرت على هذا اللقاء كله يعني من أجل الجماهير النصراوية أنها تكون مطلعة على آخر أخبارنا، وأن متعاونين ومتساعدين معهم يعني مع اللجنة الإعلامية أو الإدارة الإعلامية، الأستاذ حمود العصيمي والأستاذ طه النجار والأستاذ سعد المصور خلف الكاميرا، وهذا اللي كان موجود مع عبد الله العنزي. بس أحب أسأل عبد الله العنزي عن شيء أخير. عبد الله الآن خالد راضي في إصابة وراجع من إصابة، وأنت الآن قدامك أنه يعني تقريبا بداية الموسم حتبدأ مع الفريق، ما تحس ان هذا مسؤولية عليك اكبر وضغط اكبر عليك بالنسبة لك؟ طبعا الكابتن خالد راضي نتمنى له الشفاء العاجل، ان شاء الله يرجع بالسلامة. طبعا اكيد في مسؤولية كبيرة عليه، لكن ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. وفي تنافس برضو مع كميل ولا؟ اكيد في كميل وفي حسين ربيع برضو. حسين ربيع. طيب، ان الان ودنا ناخذ كلمه اخيره منك عبد الله، كلمه تحب توجهها للجمهور النصراوي بالنيابه عن زملائك اللاعبين، وش تحب تقول لجمهور النصر؟ ان شاء الله نوعدهم بكل خير، والموسم ان شاء الله نحقق فيه البطولات، وباذن واحد احد نسعدهم ونسعد هالجماهير الوفيه اللي واقفه مع الفريق من سنوات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا عبد الله على المقابله. سلم على الضرب الاصفر. كان معنا عبد الله العنزي من هنا من الاوتيل ومقر معسكر نادي النصر، والان باقي في لعيبه بيجون وبنكمل لقاءاتنا ان شاء الله معاهم. لاعب سعود حمود، سعود السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف المعسكر معكم؟ والله الحمد لله ماشي الحمد لله. طيب سعود، انتوا عندكم مباراه بكره مع اول نادي، يعني نادي النصر، احنا كلنا ما عندنا مباراه بكره مع فريق باري الايطالي. كيف تشوف استعداداتكم للمباراه انتوا كفريق نادي النصر ولاعبين؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء استعداداتنا الحمد لله، اليوم اجرينا تمرين الحمد لله، المدرب وقف على آخر الاستعدادات وأعطانا جمل تكتيكية، وإن شاء الله بكرة تكون المباراة إن شاء الله نقدم فيها المطلوب اللي طلب منه المدرب إن شاء الله. والفوز ما يهمنا طبعا في المباريات الودية، طبعا يهمنا شكل الفريق وشكل وشلون يظهر الفريق إن شاء الله. وبكرة إن شاء الله نطبق اللي قاله المدرب إن شاء الله، نستفيد من المباراة إن شاء الله. طيب سعود سلامات، وش فيك؟ نشوفك حاط ثلج على رجلك. والله ذا برنا، والله يرجع يا شيخ الديناصور حقنا وطن مفصلي. يلا ما تشوف شر ان شاء الله سعود. شاكرين لك سعود تحت الفرصه وتواصل مع جمهور نادي النصر. شكرا والله. طيب الان معنا لاعب ثاني كرت لي. طيب واضحه كذا هاي تقطع عارف، انا خلا خلف الكواليس. طيب معنا اللاعب محمد جيزاني. هلا والله كابتن سعد. ودي اسالك محمد عن استعدادات المباراة بكره مع فريق باري الايطالي، وش الشيء اللي يعني تحب تقول للجمهور او توصل للجمهور عن استعدادات الفريق المباراة القادمه دي؟ والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حنا بدايه سنه، وطبعا لازم يكون الفريق مختلف عن السنة اللي راحت، يعني يكون إن شاء الله نظهر يعني بشكل أفضل،
وطبعا من بداية المعسكر إلى الآن قاعدين يعني زي ما تشوف في التمارين في المباريات نتعلم من أخطائنا، ما يهمنا الفوز أو التعادل أو ننهزم، أهم شيء يعني نطبق تكتيك المدرب ونحاول نساعده إن شاء الله، هو بإذن الله برضو بيساعدنا أننا إن شاء الله نصير في الشكل الصحيح بإذن الله. كلام جميل يا أخوي محمد. طب محمد أنت أول ما جيتنا العام يعني العام تقريبا في نصف الموسم أو تقريبا أنا يعني نهاية الموسم آخر شهرين، يعني فجأة كذا فرضت نفسك دخلت مع الفريق تأقلمت بسرعة، كان لك تواجدك في آخر يمكن مباراة لعبت مع الفتح تقريبا في الحسا. السنة دي صراحة أنا أشوف محمد غير، يعني صراحة من كل يوم عن يوم في المعسكر قاعد تفرق، قاعد تقدم أشياء حلوة، قاعد أشوف منك الاجتهاد، كأن يعني عندك تركيز أو كأنك يعني قاعد تنافس الدوخي تقول باخذ عليك الخانه ولا ايش السالفه محمد؟ لا والله بالعكس، تعرف يعني ابو فهد يعني لاعب كبير وكلنا نتعلم منه، طبعا صح تعرف انت انه صعبه لما يدخل لاعب على المجموعه يعني يكون صعب التاقلم مع المجموعه، لكن لما تكون المجموعه نفسها تساعد اللاعب اكيد راح يظهر بمستوى افضل، وهذا اللي شفته صراحه من جميع اللاعبين وعلى راسهم طبعا ابو مشعل والله ما قصر توجيهاته ودعمه لنا يعني هذا. هذه لو ما قلت انا سال السؤال عشان تقوله يعني. لا والله بالعكس ابو مش لا والله بالعكس والله كل اللاعبين والله بصراحه يعني وقفوا معي وقفه يعني غير مستغربه منهم صراحه، وبرضه من الاداره بعد ما كلهم صراحه وما قصروا معنا، وباذن الله ان شاء الله يعني انا حاط يعني طموحي بالنسبه لهذا الموسم اني افرض نفسي، وطبعا بالنسبه للخانه طبعا ابو فهد لاعب كبير ما يحتاج، لكن نتعلم منه احنا ان شاء الله نستفيد وان شاء الله باذن الله نمشي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك محمد على الكلام الكويس والطيب، ولكم اخواني النصراويين حبينا نتواصل معاكم. كان معنا اليوم 3 لعيبه من نادي النصر، تواصلنا معاكم هذه الاسئله، عندنا مباراه بكره ان شاء الله، دعواتكم لنا ان نستفيد المباراه قبل ان نكسب وقبل اي شيء ثاني، الاشياء اللي كانت قاعدين نتمرن عليها طول الايام اللي فاتت نحاول نطبق لو تقريبا 40-50% من الشيء المطلوب منا، والمباراه القادمه ان شاء الله سوف يعني تعدنا افضل واحسن ان شاء الله، مباراه الاول مباراه في الدوري مع فريق نجران. شكرا لكم وشكرا لمراسلينا ومصورينا طان جار اخوي سعد كل المتواجدين هنا، شكرا لاداره نادي النصر على هالمعسكر وعلى طيب الإقامة هنا صراحة ما ناقصنا شيء. شكرا لكحلان الأمير فيصل بن تركي ونائبه الأستاذ عامر السلهام وأبو حمد، شكرا لكم كلكم كجمهور نصر، تمنياتكم ودعواتكم لنا بالتوفيق، أخوكم سعد الحارثي.